الفن التشكيلي هو كل شيء يؤخذ من طبيعة الواقع ويصاغ بصياغة جديدة، أي يشكل تشكيلا جديدا، وهذا ما نطلق عليه كلمة التشكيل. والتشكيلي هو الفنان الباحث الذي يقوم بصياغة الأشكال آخذا مفرداته من محيطه، ولكل إنسان رؤياه ونهجه، وهناك عدة أنواع في الفن التشكيلي. سوف نتعرف على هذه الأنواع في هذه الفقرة من الحوار المفتوح. يسعدنا أن تكون معنا ضيفتنا الفنانة التشكيلية رنا عيتاني. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. أنا دائما أستمتع بهذه الفقرة مع الفنانين التشكيليين، لكل منهم روحه الخاصة، رؤياه المحددة، يعني يأخذنا إلى عالم بعيد عن هذا العالم الذي نعيشه. عالم خيالي طبعا، عالم جميل جدا نستمتع فيه بكل حواسنا. شو رأيك نتعرف من خلال رنا على أنواع الفن التشكيلي، إذا ممكن تشرحيها لنا بشكل مبسط؟ إن شاء الله. الفن التشكيلي مثل ما حضرتك قلتي هو فن مأخوذ من الواقع ومن الطبيعة، وبتم تشكيله وصياغته على طريقة جديدة. هون كل فنان بحب وبحسب ما بيشوفه وبيتخيل الشيء اللي عم يرسمه بيعمله على طريقته الخاصة، مش ضروري يكون نفس الواقع. الأنواع الفن التشكيلي هي الفن الواقعي، الفن السريالي، الفن التجريدي والتكعيبي، وأنا أخذت أكثر شيء للفن التجريدي اللي هو الأبستراكت، والفن الحديث. نعم. الحديث هو مثل هاي اللوحة مثلا، مثل هذه اللوحة جميلة جدا يا رنا، والله فيها خيال. نعم. وفيها اشياء يعني ما بتلاقيها بالطبيعة، مثلا ما فيك تشوفها هالأمر هالقد كبير. ضربات مثلا الغيوم، الشعر، كله الألوان مختلفة عن الطبيعة. وفي عندي كمان الفن إذا بنشوف. نعم أكيد بنغير اللوحات وبنشوف. أيوة. المزيد من اللوحات يا رنا في خلال هذا الحوار. طب خلنا نتكلم على المواد اللي تستخدميها في الرسم. هل تحبين الألوان المائية؟ هل تفضلين الألوان الزيتية؟ هل تستخدمين مواد غريبة؟ مثلا في بعض الفنانين يستخدمون القهوة أو التوت أو إلى ما هنالك، أخبرينا. حسب اللوحة بشتغل. إذا كنت عم بستعمل اللوحة التجريدية أكريليك، اللوحات المودرن اللي فيها شوية ديتيلز، أنا ما كتير بحب الديتيلز بس في أشياء فيها شوية يعني. هذه لوحة معمولة بالأكريليك. اللوحة جميل. اللي قبل كانت من بالأويل. الزيت، لوحة زيتية. وفي كمان بستعمل لوحات اللي هي فيها ميكست ميديا اللي هي متعددة المجالات. مثلا بستعمل مثلا جفسين. بستعمل اشياء غريبه مش موجود، تكون بارزه يعني شوي بارزه. أيوه. بتعمل التكستشر تكون واقعه اكثر، صح؟ تتعوجت مضبوط. نعم. ونافره يعني 3D. نعم. مثل فيهم لوحه يمكن هي تستغرق المزيد من الوقت، صح رنا؟ صح. يعني وفيها ابداع وفيها لذه بالشغل والعمل فيها. هاي يعني أمرار بستعمل مثلا فيني حط أشياء مثلا اللوحة. رمل. ممكن حط رمل، ممكن حط مثلا أشياء فيها مفتاح قديم تعمل فيها أشياء يعني. أي أشياء موجودة بالبيت جونكس للكاب أو شيء ممكن استعملها حطها باللوحة، بتعمل رونق هيك. رنا هاي اللوحة جميلة يعني بشكل حاسة أنه فعلا يعني بيطلع الحين. طبعا هذا شخص اللي انت رسمتي في اللوحة، يعني رسمتي الموج بطريقة رائعة يعني وجدا طبيعية واقعية. ممكن تاخذ الكثير من الوقت يعني انجاز واتمام لوحة مثل هاي؟ اللي فيهم ديتيلز كتير هي اللي بتاخذ معي وقت أكتر. نعم. هاي يعني ضربة أنا بحب قطرة ضربة يعني. حتى المي، رشاش المي. هيدي نعم. يعني نتكلم أيضا عن ركزتي على الفن الحديث وأيضا الفن التجريدي. أي منهما أقرب إلى قلبك؟
الفن التجريدي. الفن التجريدي مثلا لما بدي بلش بلوحة ما برسم شيء بخيالي أبدا. بلش فيها وأنا وعم بشتغل فيها بلش بتطلع الأفكار من أنا يعني ما بكون عندي فكرة أبدا بشو بدي بلش. لما ببدأ فيها بتطلع الأفكار. هل هي ترجمة لأفكارك؟ أيوة. لمشاعرك؟ نعم. أيوة. هاي ميكس ميديا. هاي كلها لعب بالألوان والجفصين وال إذا بتلاحظوا هون أنا أشوفها إنها نار مثل كأنها نار. هي أنا مسميتها فولكانو. فولكانو أيوة أو بركان. نعم. أيوة والحجر شكلت الحجر واللافا والطريقة الألوان كيف سايحة الأشياء النافرة اللي فيها مثل طالع منه حياة كيف الفراشات أنت جدا موافقة باستخدام الإضاءة في اللوحة أنا بحبه. مزبوط. نعم طيب جميل جدا. رنا هل هناك خطوات في الرسم سواء في الفن التجريدي أو حتى الفن الحديث؟ ذكرتي أن التجريدي اللوحة تأخذك معها. صح. في النهاية تخرج بطريقة أنت يمكن لا تتخيلها. ممكن أي ما أكون متوقعتها. طيب. بالنسبة للفن الحديث هل الموضوع الحديث مشابه؟ برسم الفكرة براسي وبعمل سكتش وبلش فيها وكمان أمرار أنا عم برسمها بتجيني كمان أفكار بس أكيد فيه إلها الأساسيات البيس اللي رسمتها عليه أنا وبلشت فيه وممكن زد لها شيء من هون أمرار بحط شوارفسكي كمان أشياء غريبة أمرار ريش هيك نعم. بحب أشياء غريبة بال شكرا لك طبعا الفنانة التشكيلية رنا عيتاني شرفتينا واستمتعنا بهاي اللوحات الجميلة للغاية يعطيك العافية كل توفيق لك يجب إن شاء الله نلتقي بك مرة أخرى في المستقبل القريب. شكرا رنا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام دبي هذا الصباح. شكرا على المتابعة والشكر موصول لزميلتي ليال عبدالله.